السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية جديدة من قناة المهكلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح محطتي كهرباء بمديريتي الجيسي الشرقية والريدة وقصيعر. مدير عام مكتب وزارة النقل يعقد اجتماعا بمدراء مكاتب باصات النقل الجماعي بالمكلا. الازدحام المروري في مدينة المكلا مشكلة لا حل لها. أهلا بكم. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم محطتي توليد الكهرباء الجديدة في مديريتي الجيسي الشرقية وقصيعر والمنفذة من قبل شركة الغويز للتجارة والمقاولات، وتقدر قوة محطة الجيسي الشرقية بقوة 8 ميقا والريدة وقصيعر بقوة 10 ميقا. وأكد محافظ محافظة حضرموت بأن مشاريع توفير خدمة الكهرباء والتخفيف من حدة الانطفاءات المتكررة لها والقضاء عليها يحتل أولوية هامة لدى السلطة المحلية بالمحافظة رغم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها قطاع الطاقة بالمحافظة. وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعا موسعا ضم عددا من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية من أبناء مديرية الريدة وقصيعر، استمع خلاله لملاحظاتهم حول مشكلات الطرقات والنظافة والمياه والتربية والتعليم والأراضي وصندوق الإعمار. كما تفقد المحافظ البحسني الأضرار التي لحقت بمفرق عقبة حلفون على الطريق الدولي جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال الأشهر الماضية. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم المقر الخاص بمكتب مشروع تحسين سبل العيش بمدينة المكلا التابع لائتلاف الخير والممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وطاف محافظ حضرموت بأقسام المقر متعرفا من قبل مدير مكتب المشروع المهندس هادي باجبير على المهام التي سينفذها في 5 محافظات تهدف لزيادة فرص العمل للشباب للإسهام في التقليل من البطالة ودعم الجانب الزراعي والسمكي والأسر المنتجة في الجانب الاقتصادي. وأثنى المحافظ البحسني على الجهود التي يقوم بها الائتلاف في حضرموت وبقية محافظات الوطن، شاكرا جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة المملكة وشعبها على مساندتهم لإخوانهم في اليمن في كافة الجوانب المختلفة. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اتفاقيتين لترميم وتأهيل الرصيف البحري الكاسر الممتد من مطعم السفينة إلى مسجد نور البلاد بالمكلا القديمة، وترميم وتأهيل الشارع الرئيسي المحاذي لمستشفى حضرموت وشارع جولة الكتاب بدي سي المكلا. وينفذ مشروع ترميم وتأهيل الرصيف البحري الكاسر من قبل مؤسسة بادخن للتجارة والمقاولات العامة وتحت إشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بتكلفة إجمالية بلغت 410,459 دولار. كما ينفذ مشروع إعادة ترميم وتأهيل الشارع الرئيسي لمستشفى حضرموت وجولة الكتاب من قبل مؤسسة الحجاز للمقاولات والاستثمار وتحت إشراف مكتب الإشغال العام والطرق بساحل حضرموت بتكلفة إجمالية بلغت 310,100 دولار. وتنفذ الاتفاقيتين خلال 6 أشهر تبدأ عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون اليوم سير أعمال التشطيبات النهائية لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية التي ستدخل الخدمة التشغيلية مع بداية العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال جولته التفقدية في كل من مدارس أبي ذر الغفاري للتعليم الأساسي للبنين بمنطقة فوة وثانوية السعد العامرية بحي العمال ومجمع الزهراء بديس المكلا ومجمع الهدى للبنات بالحرشيات، إضافة إلى روضة 30 من نوفمبر مطلعا على نسبة الإنجاز في هذه المشاريع التي تشتمل على بناء عدد من الصفوف الدراسية ومظلات للساحات
ومعامل الحاسوب والمختبرات الطبية المجهزة بكافة الوسائل التعليمية والتقنية لتكون جاهزة للخدمة مع مطلع العام الدراسي الجديد. جرى برئاسة جامعة حضرموت التوقيع على اتفاقية لفتح قسم العلوم السياسية بكلية الآداب بين الجامعة ومؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، تتضمن دعم أساتذة قسم العلوم السياسية بكلية الآداب للعام الجامعي الجديد. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين دكتور عبد القادر باعيسى بأن المشروع كان حلما كبيرا يراود جامعة حضرموت والمجتمع في المحافظة منذ زمن بعيد، مؤكدا أن الاتفاقية تعتبر من الإنجازات التي تهم المجتمع والتي سيتم خلالها تأهيل وإعداد كوادر من أبناء محافظة حضرموت في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية. شاكر رئاسة جامعة حضرموت على تعاونهم واهتمامهم لإنشاء قسم العلوم السياسية الذي أصبح افتتاحه ضرورة ملحة لخدمة المجتمع في المحافظة. عقد مدير مكتب النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي صباح اليوم اجتماعا بمدراء مكاتب باصات النقل الجماعي بمدينة المكلا، ويأتي الاجتماع لمناقشة الصعوبات والمشاكل المواجهة لمكاتب باصات النقل، وبناء على مخرجات اجتماع مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت مع مدير المكتب وعددا من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية. واستمع مدير النقل إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مكاتب باصات النقل والسعي لإيجاد الحلول لها بالتواصل مع السلطة المحلية والجهات الأمنية لتسهيل وتيسير العمل. وشدد القرزي على الجانب الأمني والتعاون والتواصل مع الجهات الأمنية للمساهمة بشكل كبير لاستتباب وتطبيع الأمن والاستقرار بالمحافظة من خلال الإدلاء والإبلاغ عن أي اختلالات أو غيرها. بلغت نسبة الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال دون سن الخامسة بكافة مديريات ساحل حضرموت 92%. وأوضح مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بأن عدد المستهدفين من الأطفال في هذه الحملة بلغ 107,096 طفل، مقدما الشكر والتقدير لوزارة الصحة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وللكادر الصحي بالإدارة العامة والمديريات. من جانبه أشاد مدير الرعاية الصحية الأولية والتحصين بالمحافظة فؤاد با مطرف بمستوى الإنجاز المشرف الذي حققته الحملة رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت الفرق العاملة خصوصا الميدانية بسبب المساحة الشاسعة لمديريات ساحل حضرموت ووعورة الطرق وتناثر القرى في المديريات البعيدة والنائية. شهدت قاعة الأديب أحمد باكثير صباح اليوم الحفل الختامي والتكريمي لبرنامج الطالب المبتعث الذي نظمه منتدى حضرموت التطوعي بحائل وبالشراكة مع جامعة حضرموت ومؤسسة حضرموت للتنمية البشرية. وقد احتضن برنامج الطالب المبتعث 231 متدرب ومتدربة من كافة الدورات. وفي الحفل أكد رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خمج أن الجامعة تسعى إلى خلق الشراكات بين المؤسسات والمنتديات انطلاقا من رسالتها في البحث العلمي. واعتبر عبد الواحد وحدين رئيس منتدى حضرموت التطوعي بحائل أن برنامج الطالب المبتعث ما هو إلا رد الوفاء للوطن عن طريق البرنامج النوعي الذي شمل العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية. أوضحت لجنة المغتربين العائدين لأرض الوطن بوادي وصحراء حضرموت أن عدد المغتربين العائدين حتى أمس 1534 أسرة تم رصد بياناتها وجمعها عبر منفذ الوديع البري ومطار سيئون. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بسيئون. وأشار السعيدي إلى أن البيانات تم إدخالها ببرنامج إلكتروني خاص حتى يسهل الحصول على المعلومة بأسرع وقت ممكن، مبينا أن قاعدة البيانات تضم المغتربين من جميع محافظات الجمهورية، منوها إلى أن اللجنة أقرت في الأسبوع الماضي البدء بمرحلة تتبع حالات المغتربين العائدين بوجه استقرارهم. اختتمت البطولة التنشيطية لتايكواندو لفئتي الناشئين والشباب لأندية ساحل حضرموت والتي استمرت على مدى 3 أيام.
وتوج نادي وحدة المكلا بالبطولة بعد تربع لاعبيه على المراكز الأولى في أغلب الأوزان الثمانية التي تنافست عليها الأندية المشاركة. وشهدت البطولة مستويات فنية جيدة وظهور مواهب واعدة ستعزز من حضور الأندية في قادم المنافسات، وكذا رفد المنتخبات الوطنية ومنتخبات المحافظة للفئات العمرية. يعاني المواطنون في مدينة المكلا من عملية الازدحام المروري وسط مدينة المكلا وتحديدا في منطقة الديس، والتي أصبحت من المشاكل الرئيسية خاصة لموظفي القطاع الحكومي والخاص. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المشكلة، فلنتابع. تظل معضلة الازدحام المروري وسط عاصمة حضرموت مدينة المكلا مشكلة لا حل لها نظرا لزيادة أعداد المركبات الداخلة على المدينة التي تجاوز العدد عما كان عليه في الأعوام الماضية. ومع ذلك فإن المشكلة ستظل أعواما متراكمة دون أن تكون هناك رؤية في تطوير المدن الرئيسية مثل ما نشاهدها في كل البلدان. منطقة ديس المكلا تعد الأكثر حراكا لسائقي المركبات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كونها أمام مدخل ومخرج خط السير الدولي من الإشارة حتى جولة الكتاب، فتجد في كل وقت صباح وظهيرة وعصر ومغرب وعشاء اختناقات مرورية عادية. يظل صاحب المركبة الصغيرة والمتوسطة لفترات طويلة ينتظر دوره في المرور، ناهيك عن إذا كان هناك توزيع للمشتقات في المحطات القريبة من الخط وأيضا كذلك الحفريات. إدارة المرور سعت جاهدة في التخفيف من معاناة المواطنين من سائقي المركبات بالدفع بأكثر من فرد من أصحاب الخبرة ومن الشباب الجدد الذين تلقوا دورات تدريبية في التعامل مع خط السير لكن دون جدوى. في البداية نرحب بكم بنزولكم الميداني لتفقد أحوال شرطة السير في المحافظة. بالنسبة لسؤالك، هذا سبب الازدحام معروف، البنية التحتية تعبانة، حفارة الخطوط، زحمة السيارات، سيارات كثرت، ازدحام باصات الأجرة، سيارات مليان في المحافظة. سبب الزحمة هذا كله من المحطة اللي واقفة حق بالخشر، يعني سببها أكثرها من الزحمة ومن السيارات مجهولة ومن يعني ماشي ترتيب، يعني الطرقات كلها حفر، أسباب يعني كل الطرقات حفر ولا شيء إشارات. يعني نطالب من السلطة المحلية النواة تلقينا إشارات تنظم الخط، عشان يعني أبغانا بنتقب وأن الشعب يعني ينظرنا بنظرة جميلة. يعني مواطنون عانوا ويعانون بشكل يومي من هذه المشكلة وطالبوا بإيجاد معالجات اتجاه ذلك. هذا لو يلقى واحد فتحة صغيرة مشان واحد إذا بيدور يرجع يقدر يرجع. الآن إذا واحد بيدور يدور من عند الإشارة حق الديس، وأزمة الزحمة هذه اللي قدامكم بسبب الحواجز هذه وبسبب ماشي مدور، وإذا جاء أحد بيدور يعكس خط عشان يرجع يدور من عند المسجد. لن يكون حلا لهذه المشكلة إلا باستكمال مشروع الطريق الدائري الذي كان وضعت له الأسس والبداية بالمشروع في عهد المحافظ السابق عبد القادر هلال رحمة الله عليه، وهو سيسهم في التخفيف من المعاناة خاصة وأنه يمر بالمراكب والشاحنات دون دخولها إلى منطقة الديس، فتصل فورا إلى منطقة بيخة. لقناة المكلا فادي حقا. بهذا التقرير وصلنا إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت افتتح محطتي كهرباء بمديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر. مدير عام مكتب وزارة النقل يعقد اجتماعا بمدراء مكاتب باصات النقل الجماعي بالمكلا. الازدحام المروري في مدينة المكلا مشكلة لا حل لها. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى، إلى اللقاء. We'll be right back.